أول غنوة بعد النجاح البدوي لنفسي كانت أغنية خصمت الشوارع. خصمت الشوارع مع مدحت صالح ومحمد ضي. أنت بسرعة تعرفت يعني تقريبا أول ما جيت القاهرة تعرفت على محمد ضي. المصادفة العجيبة جدا. إحنا في الفترة دي رايح أقابل مدحت، فنروح نلاقي فيه إنه في حجز لمدحت. أيوة. وموجود بقى نخبة. كان في موجود يوميها خليل مصطفى الله يرحمه الجميل، الملحن العظيم. محمد الشيخ برضه الملحن العظيم. اعتقد سامي الحفناوي ربنا يديله الصحة. محمد البنا الشاعر. الشاعر بص الجميل. الناس اللي موجوده كل دول موجودين. الشاعر بورسعيد الجميل طبعا. ويعني يمكن اكون ناسي حد، بس يعني شوف بقى كل المجموعه دول دي. ومحمد ضياء كمان. ومحمد ضياء جاي مع مدحت، احنا ما كناش نعرفه. يعني المجموعه الثانيه دي عارفين. لكن ضياء ما حدش يعرفه كان لسه. فمدحت جاي بيسجل غنوه بتاعته عاملها له محمد ضياء. ده كان محمد ضياء كان صغير قوي في الوقت ده، 17 سنة. والله 17 ونص كده، حاجه كده. شاب صغير. انت عارف محمد بقى طبعا. طبعا وسيم حبيبي. جدا قمر كده وابيضاني قوي، ولو كلمه تلاقيه وشه يحمر ويتكسف بتاعه. وخجول جدا وصغير في السن. قاعدين بقى احنا كلنا فاروق بيسمع، مش عارف اسمعوا الغنوه دي على العود، انا بقول البنا بيقول كلمات اغاني هو كاتبها، وصنفين ملحنين قاعدين بقى اصحابنا. يعني اللي عايز حاجه يلحنها. انت عملت ايه يا عماد، معاك ايه؟ قلت لهم والله معايا غنوه. طلعت الورقه اللي معايا. اغنيه خصمت الشوارع. جميل. كان مدحت وصل وقاعد معانا. فسمعنا. سمعتهم خصمت الشوارع. فاروق راح باصص لي كده، حلوه دي. شغلنا احنا بنشتغل مع بعض. وبعدين لقيت خليل بيقول لي الغنوه دي حلوه، يعني لو ممكن تديهاني انا هتخيلها حاجه حلوه. عجبتهم يعني. كويس. لقيت مدحت بيقول لي بص تعالى عايزك. فاخدني على جنب كده قال لي بص، ده اللي هناك ده محمد ضياء ابن ضياء وندى اللي هم الدويتو اللي كان بيغنوا زمان، فاكر؟ قلت له طبعا. قال لي عاجباه قوي الاغنيه، وهو على فكره بيحس حلو قوي وملحن احساسه جميل. انا النهارده جاي حتى بسجل غنوه هو اللي عاملها لي. جميل. فلو تديهاني هو يعني هو عجبته قوي، قال لي الكلام ده حلو قوي انا نفسي اعمله. فهل ممكن نديها له؟ قلت له خدها. قال لي بس وبص انا شايفك متردد. قلت له اصل فاروق عايزها. وفاروق انت عارف احنا بيتكو يعني بنشتغل مع بعض. وخليل قال لي لو انت يعني ممكن تديها يعني. قال لي بص هنديها له لو عجبك اللحن. خلاص. ما عجبكش اللحن ولا يهمك. خد الكلام واديه لفاروق او اديه لخليل يعني زي ما انت عايز. وفعلا بعد اسبوع كلمني في التليفون، تعرفنا بقى انا ومحمد. بعد اسبوع مدحت قال لي عمل اللحن. وضياء ايه قلت له نازل القاهره. اتقابلنا في فندق في الدقي. بلاش نقول اسماء طبعا فنادق والحاجات دي. ورا بيت محمد ضياء. في مساحه كده. بس وعملنا سمعني الغنوه. قلت له هي دي طبعا خصمت الشوارع. قلت له لا كده اللحن جميل جدا زي الفل. وابتدت علاقتي المصادفه دي. المصادفه دي اقدر اقول انا كمتابع يعني ان انت في مرحله مهمه في حياتك اسمها محمد ضياء. جدا. مش كده؟ طبعا. يعني نجاحات كبيره جدا 70% من شغلي كان مع محمد ضياء. مع محمد 65 70% من شغلي. صحيح. انا ومحمد ضياء وعمار اهم نجوم في العالم العربي. وعمار كان يقول لي انت الكيمياء بتاعتك انت وضياء جميله مع بعضكم. صحيح صحيح. خدوا بالكم كده انتوا كويسين قوي مع بعض. الكيمياء بتاعتكم متوافقه جدا مع بعضكم واعملوا شغل. انا بتابع شغلكم حلو قوي عاجبني اللي انتوا بتعملوه حلو.